كله اربع صفحات يعني سؤال جدا ماشي. فخلاص نتقبل الامر الواقع، محدش يقول خلاص ولا سمعوا الكلام مني امبارح حصل له تعطيل. ثاني حاجه الموبايلات سايلنت اخرى عشان مفيش شبكه هو غير حاجه معلش بتيجي عشان بالاسم بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكمل الفانتاير ريجتس والصاي اللي بتتكلم عليه ده صوت كويس كل فوكس منهم اتكلم الصمت النهارده وخلص بالآخر. أولاً الكلينيكال بيكتر من فانتاير ريجتس تنقسم لمرحلتين، أول حاجة اسمها الإيرلي ريجتس والمرحلة الثانية هي الليت ريجتس. مرحلة الإيرلي ريجتس بتنقسم لثلاث كلمات بس: جنرال فيتشرز، كرينيو تيبس، مربط الرزل. جنرال فيتشرز طفل عنده أنوركسيا، إريتابيليتي، سويتنج، وبيحصل له كرانيو تيبس وبيحصل له بالبابول روزرز. تعالوا بقى نناقش الثلاثة دول. أول حاجة أنوركسيا والإريتابيليتي وسويتنج. المانيفستيشنز في إيرلي ريجتس بتعدي على الناس كلها، من ضمنهم الأم ومن ضمنهم الدكاترة. بتعدي المانيفستيشنز في إيرلي ريجتس على الناس كلها. يوم ما تيجي تشتكي تقول إيه؟ يا دكتور الولد نفسه مزدود عن الأكل شوية وبيعرق زيادة عن اللزوم، عرفت منين؟ قال لي يا دكتور تحت الولد فيه مية خالص من تحت راسه والكلام ده. الكلام ده على فكرة بعض الأطفال كتير بقى نورم، مبقاش فيه مشكلة. وإريتابيليتي، حد منكم يقدر يقول لي تفسير الثلاث حاجات دول إيه؟ إيه اللي يعني أنوركسيا وإريتابيليتي وسويتنج؟ تخيلوا الهايبوكالسيميا اللي هي لسه ما بانتش. احنا عارفين طبعا ان الريكتس بقوله بيحصل شويه هايبوكالسيميا والجرس النوم بيلحق يظبطها بسرعه. يعني في بدايه المرض الانوركسيا والريتابيليتي والسويتنج بيحصلوا شويه وبعدين ممكن يختفوا او يظهروا فتره بسيطه. بعد كده بنبدا بقى في الجد. اول كلمه جد هي كرينيو تيبس. كرينيو تيبس معناها ببساطه ان الجمجمه بقت طريه. ايه بقى الكرينيو تيبس ده؟ طلع عندي ليه؟ كلام يتشطب. يا ماما روحها تكير روحها احسن في الاول الترانز اول الريكت بتاعك بتصلح دي سبب اللي قابلته الميتنج دول ثلاثه جمع وانا يا جماعه ايه هو الكرينيو تيبس؟ الكرينيو تيبس دوت لو انت جيت حطيت صابعك بالمنظر اللي انا هعمله دلوقتي بتطلب منكم في امتحان العمل بنحط اربع صوابع ورا الودان وفوقها كده. انا صابعي دي فين؟ على البرايتال وعلى بدايه الاوكسيميتال بون، يعني بوستيريور برايتال او ذا برانتال بارت اوف ذا اوكسيميتال بون. حطيت اربع صوابع ورا وبحط الطرف قدام واضغط بالاربع صوابع كده. لو انت عملت كده في اي شخص طبيعي هيحصل ايه؟ ولا حاجه. الجمجمه عظم قوي جدا، السولشرز بتاعته لازقه بعضها بشكل او باخر، فهتلاقي ان الجمجمه ما بتدخلش تحت ايدك، مش حاجه طريه يعني. اللي عنده ريكتس بيكون عنده مشكله في البون مينيراليزيشن، وبالتالي هتلاقي الجمجمه ايه؟ هتلاقي الجمجمه طريه تحت ايدك، يعني هتلاقي الجمجمه بتعمل ايه؟ بتعمل ييلدنج، يعني ييلدنج بتريح. يعني تضغط على الطفل كده تحس ان الجمجمه عامله زي المطاط كده، حاجه بتريح تحت ايدك. في الكتاب مكتوب ايه؟ مكتوب اتس اكشن كراكلينج سنسيشن. اكشن يعني ايه؟ كانك دايس على قشر بيضه وبتتكسر تحت ايديك. هي بصراحه مش بالطريقه دي، يعني احنا لو حسيته كريم ليه بس حاله كير ريجس مش هتبقى كده. هتحس ان الجمجمه بس ايه؟ حاجه طريه بتدخل تحت ايدك، حاجه مطاطيه. اكشن كراكلينج سنسيشن او ييلدنج سنسيشن بيحصل فين في الريكتس؟ في البوستيريور بارايتال او في الاوكسيميتال بون. هاو تو بي تيستد، تعملها في الامتحان. اربع صوابع ورا والثامب ان فرونت، تضغط بمين؟ بالاربع صوابع ولا بالثامب؟ بالاربع صوابع، تضغط بيهم. ليه؟ لان الريكتس بيعمل في المكان اللي ورا، بوستيريور بارايتال او اوكسيميتال. الكرينيو تيبس ساين مهمه بتظهر مع بدايه الريكتس وبتختفي بنهايه السنه الاولى من عمر الطفل.
سواء يعني الريكتس يتعالج او ما تعالجش. ناخد بالنا من الكلام ده يا جماعه كويس قوي. يعني لو الريكتس ما تعالجش وكمل الطفل سنه من العمر الكرينيوتيبس بينتهي. ليه؟ الله اعلم. في ناس بتقول ان الجمجمه ليها برايورتي في الكلاسيفيكيشن بعد كده بتظبط نفسها، يمكن ان بعض السوتشرز بتكون قفلت، يمكن حاجات كتير. لكن المهم ان عند سنه سواء انت عالجت الريكتس او ما عالجتوش الكرينيوتيبس ايه؟ مكمل مكمل. يبقى اول حاجه انوركسيا وريتابيليتي وسوسه. تاني حاجه الكرينيوتيبس. ايه هو الكرينيوتيبس بالعربي كده؟ الجمجمه طريه. خلاص ذا اكشن تراكينج سنسيشن. ضغطت بالاربع صوابع ورا وثبت الصم ان فرانت هتلاقيه بيحصل ييلدنج تحديدا. الساين رقم 3 هي البالب اوف الروزالس. تعالوا بقى نشوف ايه موضوع الروزالس ده. ده موضوع مهم جدا. انا هرسم رسمه، هاخد ترانزفيرس سيكشن في التشست وول. هاخد ترانزفيرس سيكشن في التشست وول. العظمة اللي قدام هي مين؟ الاسترنم. مين اللي لازق في الاسترنم مباشرة؟ ها؟ اللي بالأذنة ده؟ ده الكوستال كارتليج. طب مين اللي لازق في الكوستال كارتليج وعامل معظم التشيست سيركمفرنس؟ على الناحيتين بالتأكيد الريبز. وبعد كده مين العظمة اللي ورا بقى اللي الريبز لازقة فيها؟ طبعا فورشور هي مين؟ هي الفيرتيبرا. احنا كنا بنقول ان التشيست سيركمفرنس البيرس بيكون 33 سم وعند 6 شهور بيكون 43 سم وعند سنه بيكون من 47 ل 48 سم. المهم ان التشيست سيركمفرنس بيزيد جرادوال، مش كده؟ طيب ازاي التشيست سيركمفرنس بيزيد؟ يعني ازاي محيط الصدر بيزيد مع الوقت؟ حد عنده فكره؟ ها؟ حد عنده فكره ازاي محيط الصدر بيزيد؟ ببساطة شديدة جدا يا جماعة، محيط الصدر بيزيد لأن بيحصل جروس في البول عند الإيميفيسس. طب هو الإيميفيسس أو الميتافيسس بتاعة العظمة دي فين؟ هنا عند الكوستو كوندرال جانكشن اللي احنا قعدنا نحكي عنه المرة اللي فاتت. فاكرين المرة اللي فاتت كنا قلنا إيه؟ كنا قلنا إن الزون أوف بروليفريتنج كارتليج بتكبر جدا ديو تو لاك أوف كالسيفيكيشن، وكنا قلنا إن الأوستيوبلاست بتحط كميات كبيرة من الان كالسيفايد اوستويد تيشو. ده حتى قلنا ان الريكتس مرض الكلكعة، كل حته فيها ايريفيس كانت كلكعة. فالكلكع يوم يحصل ايه؟ تلاقي هنا تتكون كوره وهنا تتكون كوره من ضمن الكلكعة اللي هنشوفها النهارده في الريكتس. الكورتين دول ايه؟ هم الروزرس. الروزرس عباره عن اللارج عند الكوست كونترا جانكشن due to deposition of uncalcified osteoid. تاني الروزرز عبارة عن enlargement عند costochondral junction due to deposition of uncalcified osteoid tissue. الروزرز في الأول بتكون صغيرة فتحسها بإيديك لكن ما تشوفهاش بعينيك. الروزرز بعد كده بتكبر جدا في الحجم لدرجة ان انت لما تبص لصدر العيل من بعيد تلاقي الروزرز واحد. خلاص. ومرة تانية يا شباب، مرة تانية بنقول ان انا عندي المانيفستيشنز في الريكتس ثلاثة: انوركسيا وإيريتابيليتي وسويت كرينيوتيبز وبالباب الروزرز. لو الروزرز بقت متشافة ما بقاش يرلي ريكتس اتول، امال بقى ايه؟ بقى ليه ريكتس، بقى ليه ريكتس. الناس اللي جايه متاخره ممكن يطلعوا قدام سريعا سريعا. يا جماعه حرام عليكم والله التاخير ده. طبعا هم لكن تعالوا ده كده ده عندها هناك انا بالحد كان بقول هذا بالحد اللي قال لنا حد حد عشان كنا انت كم واحد I'm going to go to the next one.
خلصنا من اللي راجل حاجة سؤال قبل كده بيقول لك دياجنوز سامع كمان بس الكلام ده جه متاخرين بيتكلموا كمان دياجنوز في اللي راجل كده هتيجي ايه ركزوا في السؤال سؤال بيقول دياجنوز في اللي راجل هنكتب ايه كلينيكال بيكتشر الصغيره جدا دي بتحط عليها ايه بقى بتحط عليها الانفستيجيشن اللي هي مين بايوكيميكال وراديولوجيكال مين في الراديولوجيكال لو انت جدع بقى الاكتيف والهيل مش مهم النيل ده قوي الاكتيف والهيل البايوكيميكال كده كلها ومره ثانيه يا جماعه لو احنا جالنا سؤال وده جاء في امتحان كذا مره دياجنوزس اوف ايرلي انفانتايركس يبقى كلينيكال بيكتشر هي الحته الصغيره جدا دي والانفستيجيشن الانفستيجيشنز اللي هي واحد بايوكيميكال رقبتين راديولوجيكال لو الام اهملت الريكتس والدكتور ما خدش باله ومرت الاسابيع الريكتس هيدخل في المرحله الثانيه الرهيبه جدا اللي اسمها مانيفيستيشنز اوف ليت ريكتس الليت ريكتس بيأثر على السكيلتون كله من فوق لتحت اولا مانيفيستيشنز اوف ليت ريكتس ريجاردينج ذا سكال ايه اللي بيحصل في الجمجمه احنا قلنا الريكتس مرض يتكون من ثلاث كلمات ايه هما ثلاث كلمات الكلكعه في كل مكان دي والسيفيك سنتر الرخرخه في الليجامنتس والمسلز والثراوه العظم بيكون طري ولين ولذلك الريكتس الثلاث كلمات دول هما اللي بيشكلوا الكلينيكال بيكتشر بتاعك تبص على الجمجمه الجمجمه فين السيفيك سنتر بتاعها فين هنا في السيفيك سنتر وهنا في السيفيك سنتر وهنا في السيفيك سنتر وهنا في السيفيك سنتر دول الاربعه مين السيفيك سنتر اللي هما اسمهم ذا فرونتال اند برايدال ايمينس خلاص يبدا الفرونتال ايمينس يعمل انكالسيفايد بوستويد في اطار الكلكعه العامه مش كده والفرونتال الثاني انكالسيفايد بوستويد والبرايدال والبرايدال يوم الجمجمه يحصل فيها ايه فرونتال بوسنج يعني ايه بوسنج باظت لقدام وبرايدال بوسنج ده يعمل ايه في الهيدس كونفرنس عموما هيعمل حاجتين اول حاجه يخلي الجمجمه مربعه شويه عشان البروتات اللي حصلت دي فتبقى عامله زي الصندوق بيسموها كابوت كوادريكم اور بوكس شيبد سكالب لكن الاهم من كده بصراحه ان هو بيزود الهيدس كونفرنس يعني الكرديه اللي اتكونت هنا والاربع كلاكيع انضافوا للهيدس كونفرنس تيجي تلاقي طفل عنده سنه قيس محيط راسه تلاقيه 49 سم 50 سم ولذلك يبقى الطفل عنده ماكرو كفالي وزياده في الهيدس كونفرنس يبقى اول حاجه يا جماعه الموديشن اوف انكالسيفايد بوستويد نتج عنه نتائج النتيجه الاولى بظت لقدام بظت لورا فرونتال اند برايت زياده الهيد سيركمفرنس ثالث حاجه بقت مربعه رابع حاجه لما الفرونتال بون تطلع لقدام ده يديك يخلي ثاني الفرونتال بون طلعت لقدام يديك ايحاء ان النوز دخلت لجوه عشان كده يقول لك ديبريست نيزل بريدج هو النيزل بريدج بجد ديبريست ولا ده ايحاء عشان كده يقول ان ده ابرنتلي ديبريس ابرنتلي يعني ايه يعني ظاهريه لكن في ارض الواقع ايه اللي حصل ان الفرونتال هي اللي اتحركت لقدام والكلام ده هيجي سيرته النهارده تاني في الديفرنشال ده الفونتريل اخباره ايه انكالسيفاي يبقى دي ليه كروج احنا قلنا القاعده العامه تقول ان اي مرض في طب الاطفال عنده دينيت كروج في الانتير فونتريل بالضروره يبقى عنده دينيت تيسين ممكن نفس الاسباب الماكرو فاكرينهم مونجوليزم كوندروبليزيا كريتينيزم ريكتس اوستيوجينيس امبرفكت المهم يا جماعه المرض اللي يعمل ديليت فونتانيل يعمل ديليت تيس يوم واحد رجل يقول لي ايه فبكره الواد عنده سنتين والتيس بتاعته طلعت خلاص قول له يبقى تسبس بيحصل لها دنتال كانس يعني حتى ما بيعتقهاش لان البرص المون هيخرج يكسر الاسنان زي ما بيكسر العظم بعد كده الجمجمه طارينه تتشكل حسب النومه بمعنى لو الام بتنام الواد على ظهره لا فضحت من ورا بتنيمه على جنبه اليمين تفضح من اليمين وتبص بالشمال نايمينه على الشمال يحصل فلاترنج في الشمال وتبص من اليمين عشان يقولك ايه فلاترنج واسيمتري فلاترنج واسيمتري يبقى الجمجمه شكلها عجيب طب ايه اخبار الكرينيو تيبس لو الطفل كان سنه اقل من سنه هيكون الكرينيو تيبس ما زال موجود ولو الطفل تجاوز السنه حتى لو الريكتس موجود يختفي الكرينيو تيبس زي ما اتفقنا خلاص عايزين بقى تاني نجمع اللي بيحصل في الجمجمه كارثه مش كده فرونتال بوسين ديبريس نيزل بريدج برايتال بوسين كابوت كوادريتم زياده الهيد سيركمفرنس ديلي فونتانيل ديلي تيسين دنتال كارس
كارينيو تيبس لغايه سنه بلس اسيمتري. تفتكر الجمجمه دي ممكن تعدي على الاف المنظر العجيب ده ويعدي على الدكتور كمان؟ سنرى فيما بعد. يمكن يكون ناس من النوبه، اتمنى ما يكونش انتوا يعني خالص، يعني ناس مننا ودكاتره وكل حاجه بسم الله ما شاء الله، ويعدي عليهم حاله ريكس، ويا نهار لما الحاله دي تبقى ابننا او بنتنا، ويا نهار مش كده؟ مفيش عرفت من كده. بعد كده يا جماعه غير الاسكان مانيفستيشن اللي بتحصل على مستوى التشست، ودي اخطر مانيفستيشن. احنا قلنا ايه في الاول؟ احنا في الاول في الايرلي ريكتس كنا بنقول ان في الايرلي ريكتس ممكن تنتظر مجموعة الساعة 2 على فكرة. هاتهم فيه. كان عندنا روزلس. روزلس ايه فكرتها؟ مرة تانية. ديبوديشن اوف ان كالسيفايد اوستويد عند الكوستو كوندرال جانكشن. دي كانت فكرة الروزلس. مش كده؟ طيب. الروزلس في الاول كانت ايه؟ كانت تحسها بس بايديك لانها كانت صغيرة. طب بعد شوية. الروزلس كانت تكبر جدا وتبقى visible. The visible roses are manifestations of latex. عايز حد يقول لي لو احنا جبنا علبة صفية كان يعني ها وروحنا جينا قللنا الضغط جواها، لو انا جبت علبة صفية ليه مش حاجة ضعيفة قوي يعني، وفرقتها من الهواء قللت الضغط جواها، ايه اللي هيحصل لها؟ هتطبق مش كده؟ حد عنده يضرب على الكلام ده؟ طيب حد يعرف الانترسوراسي البريشر بتاعنا كده؟ كام في الانسبيريشن وكام في الاكسبيريشن؟ في الانسبيريشن ماينس 6 مليمتر مركب، وفي الاكسبيريشن ماينس 2. معنى كده ايه؟ ان الانتراثوراسيك بريشر عندنا دايما ماينس، يعني المفروض ان كان صدرنا يتصفق. ليه؟ ما هو عنده نيجاتيف بريشر وبره الاتموسفير بريشر يعتبر بوزيتيف بالنسبه له، كان لازم يتطبق علي صدرنا ما يتصفقش. ببساطه سترونج بون سترونج مصل سترونج ليجامنت، سلمني عليهم كلهم بقى. ده انت عندك لين عظام ورخرخه والكلام ده كله، ونزلت الصدر القطري، شوف بقى التطبيقات اللي هتحصل واحده ورا الثانيه. اولا يا جماعه يبدا الصدر يريح عن اضعف نقطه موجوده فيه. فين اضعف نقطه في وجهه نظركم في الرسمه؟ وفي اضعف مكان في حاجه انكالسيفايد وعامله زي الجيلاتين ممكن تتني بسهوله. يقوم الصدر يتطبق فين؟ هنا وهنا، يعني جنب الايه بالظبط؟ جنب الروزر، المكان اللي فيه جيلاتينس ماتيريال اللي هي كانت الانكالسيفايد اوستوليك. تقوم تلاقي المنظر عامل ازاي؟ الرب ده يتشيل جوه كده والرب ده يتني جوه كده. طب الكلام ده بيحصل على مستوى رب واحد ولا على مستوى كل الربس؟ كل الربس. لو انا جيت رسمت رسمه ثانيه مش ترانزفيرس سيكشن، خدت بقى لونجيتيودنال فيو، ادي الاسترنم اهي، نكتفي بالاربعه دول وخلاص. ادي الكوستو كوندرال جانكشن. الاول هرسم كلاكيع. ايه كلاكيع دي؟ دي الروزلز. كل رب من دول دخل لجوه، ده دخل هنا وده هنا وده هنا وده هنا جنب الروزلز مباشره. قول تفاجئ بالمنظر عامل ازاي. يعني نفترض مثلا مع بعض ان الجاكيت انا لابسه ده هو التشيست وول، دخل من هنا وراح جاي داخل من هنا وراح جاي داخل من هنا، في الاخر هيعمل لي جروف كبير قوي، ولذلك يوم يبان في الشيست وول ما يعرف باللونجوتيودينال سالكس او اللونجوتيودينال لوب. يبقى اول مصيبه بتحصل في الشيست وول بعد الرودر، دي مصيبه، وهنعرف ليه مصيبه دلوقتي، ان الشيست بيريح في المكان ده. يوم لما يريح في المكان ده على الناحيتين يعمل لك جروف ماشي بالطول. ايه خطوره هذا الجروف؟ ايه خطورته؟ بيضغط على مين بقى جوه؟ على اللنج. ومين اللنج ايه؟ كولابس. ومن اللنج كولابس يعمل نيمونيا وريبيت تشيست انفكشن. انا لسه فتح كلام، انا لسه الشيست هيتبه. بعد كده يا جماعه عايز حد فيكم كان شاطر في التشريح يقول لي اوريجين انسيرشن نيرف سبلاي اند اكشن اوف ذا نيرف. الكلام ده اوريجين الله فريند والاكشن ريسبيريشن. برافو عليك بصراحه. فاضل لي الاوريجين والانسيرشن. الدايجرام زي ما احنا عارفين كان في حاجه اسمها السنترال تندون، حته شغله كبيره صح؟ وكان يطلع الدايفرام سليبس من جوه، ماسكه فين السليبس؟ ماسكه في الريبس
ماسكه في الفيرتيبري وحاجه اسمها الكروره ويلزق في السفنه قدام. فالدايفرام كان بيشد على الرجل من جوه وبيشد على الفيرتيبري وفي جزء منه ماسك في حته من الابدومن المصل. المهم في الاخر انسرت في حاجه اسمها السنترال بيندول اوف ذا دايفرام. وبالتالي هو ماسك الرجل ويقدر يتحرك. بالتالي هو ماسك الابدومن. بس حاجات كتير جدا لكن فكره الدايفرام كده. طب الدايفرام العضله القويه جدا بتشد من جوه على الربز الطريه جدا. تاني الدايفرام العضله القويه جدا بتشد من جوه على الربز الطريه جدا. يعني سال هي ماسكه كده من جوه راح جايه شده جوه ايه اللي هيحصل؟ هيدخل لجوه في نقطه تانية غير النقطه الاولى. يعني تلاقي الربز في المكان ده راح جايه داخله لجوه برضه. تاني يا جماعه الدايفرام عامل انسرشن في الربز من الانر اسفلت فبيشد عليها فهيتنيها لجوه معاه. طب هو اماكن الانسرشن اوف ذا دايفرام فين؟ لو انا جيت كملت بقى الرسمه دي كده كملت الربز كده الدايفرام يا جماعه لو في الرب ده انسرتد هنا في ده هيبقى انسرتد هنا في ده انسرتد هنا. يعني هل الدايفرام بياخد كوستال انسرشن في نفس الليفل ولا كل ريب بيبعد 5 سم بره؟ يعني ده هيدخل لجوه في النقطه دي وده هيدخل لجوه في النقطه دي وده هيدخل لجوه في النقطه دي. يوم لو عمل جروب يبقى جروب بالطول ولا ماشي بالعرض شويه؟ عشان كده يسموه ترانزفيرس سالكس. سو وات از ذات ترانزفيرس سالكس او الهارسون سالكس؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ترانزفيرس اور اوبليك. اوبليك احسن على فكره من ترانزفيرس جروب. ديو تو بولينج اوف ذا دايفرام ات اتس كوستال انسرشن at its weakest point. خلاص يقوم يدخل الربز لجوه. ممكن منظر السدر يا جماعه عشان ورق مش كده؟ كلافيه بقت متشافه ومحسوسه وبعدين غروب بالطول. سببه ايه؟ yielding of that chest at its weakest point بسبب فرق الضغوط. نعم مش فارق مين الدايفرام ماشي. ثالث حاجه هتلاقي جروب كمان ماشي بالعرض المنظر ده كده على التشيست وول. سببه ايه الجروب الثالث؟ سببه ان الدايفرام بيشد على الرمز لجوه. هو يا عمرو ببساطه نقول الدايفرام في كل رمز ماسك في جوه في النقطه دي والنقطه دي فهو كل رمز ضعيف والدايفرام بيشد عليه. مكان الشده هتدخل لجوه لانه ماسك فيهم من جوه. ده دخل في النقطه دي وده في النقطه دي وده في النقطه دي يقوم يعمل لك جروب على التشيست وول ماشي بترتيب الانسرشن بتاعه يقوم يعمل ترانزفيرس جروب او دايفرام. اخيرا الكبيره بقى يقوم السد في الوضع يتطبق التطبيقه الكبيره يقوم ايه اللي يطلع لقدام؟ تاني هو كان ترانسفيرس كده تطبق كده الاستيرلم تطلع لقدام وكل حاجه تدخل لجوه فيما يعرف بالفيجن شيست عامل زي ستر الحمامه. وطبعا ده بيعمل ماركت لاند كولابس. عشان كده لو سالتكم سؤال ايه اكتر وحده في المستشفى ممكن الاقي فيها حاله كولابس؟ واحد الشيست. الحالات المنسية دايما تكون واحد الشيست. حالة ريكتس مبعودة المستشفى على انها نيمونيا وهي نيمونيا فعلا بس نيمونيا تتعالج ولا ما تتعالجش بسهولة؟ لو عالجت الريكتس لو عالجت النيمونيا تخف ولو انت سبت الريكتس وعالجت النيمونيا كلها اسبوع الواد يدخل المستشفى تاني. خلاص؟ هل ده ممكن يعدي على ام النهارده دي؟ بيعدي على ام. هل ممكن يعدي على الدكاترة؟ بيعدي على الدكاترة. ازاي؟ الله اعلم. ممكن يكون كل الخبره على المعرفه. بس انتوا مشكله يا جماعه اللي بيجوا بيروح الصحه بيخلص الامتياز وبيروح الصحه يبقى طبيب الواحد خصوصا عن البطن والجراحه والاطفال والنساء ويمكن جهاز الاشعه كمان يمضوا عليه ويمسكوه. هو حاجه من الاثنين يا بيبطل ما بيروحش خالص ويخلي الطبيب اللي موجود هناك يشتغل لو هو برضه اصلا معلوماته على قده يا اما يفتح صدره ويشتغل مفيش اي مشكله خالص. فبالتالي مع الوقت تحس ان الدنيا سهله. معظم الامراض اصلا سيلف ليميتد. وتفاجئ بقى بالمصايب. انا شفت مره ريفيرا من دكتور الصدر كبير في السن كبر قوي حته في السن دي خلاص وانا لسه نايم سبسيني حقير. عارفين ان نايم جيني حقير جدا سبسيني حقير والسن اقل حفاره كل ما يكبر سنه دي الحفاره بتاعته بس هو اللي يعتبر ايه حقير خلاص معلوماته على قده حقير علميا يعني. ده المفروض ان النايم ده لسه خبرته يشكل حاله ريكت 30 40 50 ايه ده؟ تمام ايه؟ خلاص؟ المهم يا جماعه لو اعطاني حاله وانا قاعد بعزل بجهاز الفيرولوجي وانا لسه بتعلم المشي في النيورو لسه خالص لسه جاي من عين شمس بتعلم يا دوبك حاجات بسيطه كده.
بحيث عشان يعمل ايجي. الحالة ريفيرد بقى ازاي؟ A case of bronchial asthma. هو مش خاصة ايه ساعته؟ bronchial asthma with epilepsy for EEG. بقى عنده سنة ونص بياخد كورتيزون بقى له 6 شهور عشان عنده bronchial asthma. كورتيزون كمان خلاص بقى له 6 شهور كمان خلاص وجاي الإيميرج. هو بعده مش عشان حاجة عشان يعمل ايه جيب يرجع عشان يكمل عليه خلاص. فانا يعني باخد هيستر من ناس يعني مش مجرد انا مش شغال كاتب يعني ايه يا جماعه اللي بيحصل والله دكتور وادي يعني صدره متبهدل. طب وحكايه انت عشان مجاعد والله دكتور وادي يقعد يعمل لنا كده بايدين رجليه كده اهو خلاص خلص. استرايدو بتاع ايه الاسترايدو ده بتاع التكت. الواد وصل من كتر ما هو ريكتس لمرحله البوند بريشر اللي هي بيحصل معاه هايبو كالسيميا. الحاله كانت حاله ريكتس فظيعه. الريكتس عامل ريكار تشست انفيكشن ما هوش كان برونكيال ازما اصلا وعامل كده من الاسابيع الكلمه يعني نبضه حاسمه ورض الاكتيفس كل يوم كاين كده خلاص. هذه الاشياء تحدث وان شاء الله تكون احسن انت مستقبل مصر. شايف عليك يا بوس بس كنت انا موت ربنا خلي لنا حاجه اسمها زي ليجامنتال سيستم حاجه اسمها زي انتيريور ليجامنتال سيستم وحاجه اسمها زي بوستيريور سيستم. المهم ان الليجامنت خفيفه صح. الريكتس في ويكنس اوف ماسلز ولاكسيتي اوف ليجامنتس. تفتكروا كلامهم ايه؟ ان هايبوتونيا اوف ماسلز اند لاكسيتي اوف ليجامنت ليهم تفسير واحد بس في الريكتس اللي هو ماسل هايبو وسلاتي. احنا قلنا عليها تبقى بيبي سي دي كده حاجه جامده جدا لان قال كام مره مرتين زي ما اتفقنا في البابل دي المره دي. المهم المواد بيكون مرتب ما كده مكرونه انجاز التعبير بديت طبعا ماشي 90 90 خلاص. المهم الوشي قعده وانت سند ظهره جاي مدلوق ازاي مدلوق ليه؟ هو اللي من ورا مش عارف يمسكه تقوم جاي سند من قدام وتشيل من المخده اللي ورا جرجعك ورا خلاص تسنده من ورا ومن قدام ومن جاي قاعد جنب خلاص. واد ايه مرخرط خالص لما يطلع لقدام ده اسمه ادب. ادب بالانجليزي يعني ايه؟ كيفوزس. ولما بيرجع لورا لوردوزس بيرجع جنب سكوليوزس. تفتكروا ده كيفوزس ولوردوزس وسكوليوزس بجد يعني ده عنده مرض في الفرتبرا الكولن ولا مجرد الليجامنت ضعيفه؟ يعني لو انا صلحت الليجامنت الكلام ده يروح لحاله يروح لحاله يعرف منين يا ابني اذا كانت كيفوزس بجد ولا كده وكده. تقول له اسموس يعني ايه اسموس؟ يعني الواد ظهره وهو عامل كيفوزس بيبقى واخد حرف سي. يعني لو قلنا دي راس الطفل برضه جدلا ادي ظهره اهو قاعد كده هو في اتب بس ايه جدول. لكن اللي عنده كيفوزس مرضي بيبقى في زاويه عند لحظه معينه تلاقي انحرافه جاي فده واخد حرف السي لكن ده عامل زاويه ايوه. اذا الكيفوزس في الريكتس بيبقى سموس. دورز ولمبر يعني ايه دورز ولمبر؟ سوراك ولمبر. واحد ما هو مش فاكر شوف حته معينه من الاول للاخر يقول لك انا برضه مش مقتنع عايز فرق اهم من كده. تقول له ايه؟ لو انا شلت الواد من تحت بطنه هيتفرد صح ولا لا؟ شيل الواد هيرب ترومبلوز اكزيلا هقوم يتفرد لو اتفرد دي بلايس يبقى الكيفوزس او السكوليوزس او اللوردوزس او الكايفوسكوليوزس او اي حاجه ممكن تحصل حسب ما انت مقعده. سموس وابالنت كده وكده عرفت منين انه ابالنت؟ اقول له انا اشيله ترومبلوز اكزيلا لو بقى كوركتد يبقى بالتالي ده كيفوزس كده وكده بتاع هنا ريكتس. ليه يا ابني الكيفوزس بيحصل في الريكتس؟ هايبوتونيا اند لاكسيتي وهايبوفوسفاتيميا. تذكروا ان الريكتس مرض الكلكعه والرخرخه والتراوح زي ما اتفقنا كذا مره مع بعض. ده تبع اي فئه؟ الرخرخه. الافكت اوف ريكتس رقم اربعه
هو الإفكت اللي بيحصل على الأبر واللور لم. واحد برودين. رقم اثنين مرتاح. رقم ثلاثة جرين ستيت فراكشر. رقم أربعة ديبونس. تعالوا بقى نعيشوا واحدة. الأول يا جماعة في حد من الناس اللي قاعدة ما يعرفش ليه بيحصل برودين في الريجلز؟ أظن تعلمنا المركز بالتفصيل. واحنا بنتكلم عن الباثوجينيسيس كنا قلنا ايه ديبوزيشن اوف انكالسيفايد اوستويد يخلي العظم طري. فلما الطفل كان يضغط على عظمه كان يعرض من تحت. فلو انا غمضت ومشيت بايدي كده هلاقي دي تبعد عن بعضها. يعني انا مغمض ومشي صوابعي تبعد تبعد عن بعض ليه؟ لان العظم من هنا بقت ايه؟ بقت عريضه. ده اول حاجه برودرينج. غير البرودرينج بيحصل ما يعرف بالمرحله الثانيه. مرحبا ثاني بساية مهمة انت بعضكم كان حساها معايا على بعض الحالات. مين هو حد من محمود؟ لو انا جيت رسمت الفيديا ومن جنبها الفيديولا الجزء ده من الفيديا اسمه ايه؟ الجزء اللي هو بيبقى ليه بروز لبره ده اسمه ايه؟ اسمه الميديان مالوس. مش كده؟ هو الميديان مالوس ده اصلا عظمه واحده ولا اثنين؟ هتفاجئوا لما تعرفوا ان الميديان مالوس اثنين. اثنين مترتبين فوق بعض. تو سيفيك سنتر. طب ليه بيبان عظمه واحده مش اثنين؟ الاستويد بيتعمل بالراحه والريمودلنج بتاع البون بيتعمل بالراحه فبيطلع فيه تناغم ما بينهم وسموس ويعمل لك بروز واحد بس. طب اخبار الريكتس ايه؟ الريكتس دي ايه؟ فالكعب يقوم كل السيفيك سنتر على حده يعمل كولكية عامل. تقوم تلاقي المنظر بقى عامل ازاي عند الميديا المالي راس. تلاقي كولكية فوق وكولكية تحت. يبقى ما هي المرحلة الصحيحة؟ اكس ترانزفيرس جروب. مش معنى ترانزفيرس؟ لان واحد فوق واحد تحت ديو تو ان ايكوال جروس للتو السيفيك سنترز اللي موجودين عن الميديان ماليوس. مرة تانية ترانزفيرس جروب ديو تو ان ايكوال جروس اوف ذا تو سيفيك سنترز اللي موجودين عند الميديان ماليوس. يوم واحد يسالك بقى ايه؟ يقول لك طيب لو انت في الامتحان يا ابني عايزك تطلع لي المارتن سايد تفتكروا امشي صباعي من الجنب للجنب ولا من تحت لفوق؟ يعني امشي كده على الميديان ماليوس اجي على الزود البارد ده امشي كده ولا امشي كده؟ طب بما ان الجروب ترانزفيرس لازم امشي من تحت لفوق يا رب انا عايز اكل المطب عشان اكل المطب لازم ايه؟ لازم امشي فوق ما اخدوش عرض يعني مش كده؟ ولذلك يا جماعه لازم تبقوا عارفين الاخطاء الشائعه. يقول لك هو مش ترانزفيرس يبقى امشي ترانزفيرس ازاي يعني؟ هو ترانزفيرس انت تمشي من جوتين. اذا ما هي المطب صحيح؟ ده عباره عن شق موجود في الميديان ماليوس عباره عن ترانزفيرس جروب ان ذا ميديان ماليوس دي تو ان ايكوال جروس اوف ذا تو سيفيك سنترز من الحاجات اللي بتصير في الامتحان. خلاص طيب ثالث حاجه جرين ستيك فراكشر. لو انتوا جبتوا في البيت برسيم مثلا لا مش هتجيبوه في البيت. طب نجيب ملوخيه ممكن اذا ربما ملوخيه خضراء خلاص تروح تجيب مسكت العود بتاعه وعملته كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيتقطع من الناحيه والناحيه الثانيه هيفضل حته فايبر صغيره كده صح؟ طبعا بعد كده اضغط اضغط بس الفكره انه على الاطمر اللي عملتها دي ما انفصلش بالكامل. شوف برضه في جامب ما بينهم ده اسمه كسر العود الاخضر لان العود الاخضر لين في ميه كتير ولين. تعالوا يا جماعه نفهمكم الكلام ده معناه ايه. يعني لو انا عندي عظمه زي الفيديا خدت تروما واتكسرت الكسر هيبقى عامل ازاي؟ فكره كده نص فوق ونص تحت وخلاص. امال لو الواد عنده ريكس لو اتكسر هيتكسر بالمنظر ده وكأن التيبيا انقطعت ما تتطيرش. تاني الجرين ستيك فراكشر معناها فراكشر في وان سايد ما يكملش للسايد التاني وكأنه عامل كأنك قطمت عود برسيم او ملوخيه او عود خس او حاجه زي كده بيسموها كسر العود الاخضر. يقول المثل لا تكن صلبا فتكسر.
خليك لينا بقى طلع العسل خلاص هو في الرجس ده زي العصير بالظبط رودريك مرتين في ستيك رقم 3 رقم 4 في فورس الواد ده زي ما محمود قال له واد نايت خالص خلاص واد طاري كده مش شايفه لو وقف على رجله رجله تتحوس لبره او تتحوس لجوه يعني ايه بره ويعني ايه جوه بره معناها جينيو بارم اللي هي البوبنج كليك ركبه بعيده عن بعضها كده امال اللي جوه لو ركبه مخبطه ببعضها اسمها جينيو بارم وخليكم فاكرين ان الجين لجوه اصل الناس متلخبطه بارم مين فيهم وبارم مين فيهم جينيو بارم الركب لايه لبره وجينيو بارم لجوه الاثنين عيبهم ايه هيأثروا على المشي هيأثروا على المشي شكلهم وحش الديفورميتي شكلهم وحش بيخلوا الواحد قصير اه يا جماعه وبدل ما كل الطول معاه بقى يتعامل كده بتكون جاي تهبط شويه خلاص ولذلك الجينيو بارم والجينيو بارم دي بتكون خطيرات اخطر على فكره البارم بس الحمد لله احنا بنشوف اكتر فين في ارض الواقع بنشوف البارم اكتر لو الواد بيسحب على ايده ايده ممكن تتني سلبون بتاعه وممكن يحصل حاجه اسمها نادره جدا اسمها جينيو ريزرفيتم يا جماعه كان واحد يا سعاده حصل له قطع في الرباط الصليبي الخلفي كان لعيب كره فين هيحصل له ايه جينيو ريزرفيتم بالظبط يا جماعه شكله عامل زي قطع البوستيري كروشيه يعني ايه هو لما انت بتيجي تبني ركبتك اديني تاني ركبتها اهي طب افردها اخر ايه في الفرد زاويه كام مستقيمه مش كده حد يعرف يفرد يعمل اكستنشن اكتر 180 لو عمل كده يبقى في قطع في الليجمنت الخلفي لو قابل الجوينت اللي هو البوستيريور كروشيت ولذلك يا جماعه هتلاقي ايه هتلاقي الشخص ده بيعرف يعمل ركبته كده خير منظر يعني الصايه اهي والليج اهي والفوت قدام اهو بيعرف يعمل الحركه المستحيله دي اسمها جينيو ريكاربيت طبعا ده استحاله يقف اللي عنده جينيو ريكاربيت عشان مشكله عض استحاله يقف ليه هيقف ازاي ما هو لو وقف هيتكيف على وشه ما عندوش اتزان دي تعتبر اخطر من فوق اللي بتحصل يبقى الجينيو بارم من الركب ايه مخبطه ببعضها امال البارم طبعا بره امال الريكاربيت الزاويه المستحيله خلاص بعد كده على مستوى البلبس انا هاخد سكشن دلوقتي في البلبك اللي في البلبك اوت هاخد ساجيتال سكشن في البلبس احنا كده نبص ممكن نديها اوبشن كده يا جماعه اسمع بعض العظمه اللي قدام دي مين انا واخد سكشن في البيت الساجده جاي بالنص الجسم بالظبط العظمه اللي قدام اسمها ايه سيمبس واللي ورا سيترون والسيترون فيها الاكسجين ال والجزء اللي فوق اسمه ايه اسمه برومونتوري وده السيمبس الخط ده اسمه البلفيت قلت والخط ده اسمه طول البلفيت قلت في الأدلت في ميل الطبيعية 9 سم وطول البلفك أوتلت في الأدلت في ميل الطبيعية 11 سم طيب يبقى في ميل الأدلت طول الـ 9 والأوتلت 11 طيب طول أكبر ديامتر للرأس كام في البلد اللي بيجيبه 9 سم معنى كده إنها إيادوك مش كده؟ الراس 9 سنتي في القطر بتاعها والبلفك اللي كام 9 سنتي عشان الراس تعدي من البلفس بالعافيه للتيله لازم ما يكونش فيه ايه اي دي تخيلوا لو البنت الصغيره دي جالها ريكتس والسكرم ده من التراوض العضل اتحرك لقدام سنه مين بقى قليل بدل ما الال بقى 9 بقى 8 او بقى 7 لو حصل حاجه زي كده تفتكروا دي ممكن تبقى طبيعي ابدا الراس مش هيحصل لها انجيجمنت وانجيجمنت بلغه النساء يعني الراس مش هيدخل البلفس من بابه تفضل عاليه دكتور الجلسه يجي يفحص ما يلاقيش الراس موجوده بكريه ما زي الراس مش موجوده يبقى ست ايه هيبقى في سيكشن خلاص حاجه ما كل دول سيكشن
يبقى اول حاجه لو السكرال هرمون اتحرك لقدام هيحصل ميارب بالكونتراكتد ان، يعني ان بقى ايه صغير. ربنا سبحانه وتعالى خايل الايه اللي هي دوبك على قد وجهه الراس يا دوبك التسعه يعدوا في التسعه، لو التسعه الا ربع الراس ما عدش. طب بالنسبه للاوتليت، الاوتليت 11 سم برضه لو السكره متحرك بس في الاتجاه الهون الثاني الاوتليت. طبعا الاوتليت لانه 11 عنده براح شويه، يعني لو الجهاز بقى 10 او 9 بس بتعدي، لكن اقل من 9 ما تعديش. وبالتالي ممكن الليجنسي يسيب علامه للبنت فينا بعد انها ما تعرفش تعمل ايه طبيعي، خلاص مش مهم. اخر حاجه الليجنسي مرض فينا بخلاف جنبه السكرم عشان بقول السكرم ده مكانه لو حصل ريكس اتحرك لقدام او لورا هتحدي راس العين. الرسم ايه؟ انا واخد سكشن سجل ماشي في الجسم كله وصلت لغايه البنش، فالاريا تكون مش باينه، اللي باين لك السيمبل اللي هنا قدام والسكرم في النص ورا. ميد لاين سجل، ميد لاين سجل، فلو السكرم اتحرك لقدام هيضيق يقلل، لو اتحرك لورا هيضيق يقلل. أخيراً الرخرخة اللي بتحصل في العضلات. مكسب. يقول لك الواد ليه متأخر في المشي؟ ممكن أعرفه عادي. ليه متأخر في الزحمة؟ ليه متأخر في القعدة؟ هايبوتونيا أند لاكسيتي يودو هايبوفوسفاتيميا. أوعى يا جماعة تضغطوا في الإجابة تصير السؤال ده كتير في الامتحان. ليه متأخر في المشي؟ دول كل ناس إيه؟ عشان الديفورمنس. غلط. الديفورمنس بتحصل بعد المشي. لما يمشي على رجله فيها مشكله يحصل له ديفورم، مش هي السبب. هو اتاخر في المشي ليه؟ علشان هايبوتونيا اند لاكسيتي بسبب الهايبوفوسفاتيميا. الولد بيكون مرخرخ جدا، يبقى اول حاجه في الرخرخه ماسلز اند ليجمنتس بيحصل ديلي موتور مايلز كروس، اتاخر في الزحف والمشيه واي حاجه. ثاني حاجه الولد ده من كثر الرخرخه عنده اشتراك الليفر يسقط والسبلين يسقط. يعني ايه يسقط؟ بيسرو توزس الليبر يسقط لتحت والسبرين يسقط لتحت، صعدوا ليه لتحت؟ لسببين. السبب الاولاني الليجمنت المفروض بترفعه ضعيف. السبب الثاني لو حد ذاتي، السبب الثاني التشيست يا جماعه اتطبق. السبرين والليبر اصلا موجودين ورا التشيست وورد، لما التشيست يتطبق عايز يقوم لتحت، يبقى بسبب الديفورمز اللي حصلت في التشيست بارتري وبسبب اللاكسلي في انذر بارت. ولذلك يا جماعه كتير قوي تبقى انت حاسس الليفر او السبلين في حاله ريجتس ما بقاش يورجانو ميجا. امال حسيتهم ليه؟ لان حصل لهم توز. لو جيت سالته سؤال ليه العيل اللي عنده ريجتس بس الناس ما تبصش الكتاب، ليه الطفل اللي عنده ريجتس يجي له ابدومينال ديستنشن؟ ممكن يكون عشان الابدومينال واصل لاكس، ممكن يكون عشان الانتستين لاكس، ممكن يكون عشان الليبر والسبلين وقعوا في البط راحوا زودوا الابدومينال ديستنشن. يبقى ايه اسباب الابدومينال ديستنشن اللي ممكن تعمل ايفن امبريكال هيرنيا؟ واحد ابدومينال وول ويكنس، رقم اثنين اللاكسيتي اللي بيحصل في الانتستين، رقم ثلاثه الليبر والسبلين توزس اللي هو البيسرو توزس. تعالوا بقى نجمع الكلينيكال بيكتشر العنيفه دي اللي اقولها. اول حاجه نبدا بقى بالايريكس. الايريكس من كام حاجه؟ ثلاث حاجات، انوريكسيا وايريتابيليتي وسويتي. ثاني حاجه فرينتو تيبس هاو ديس فور فينجرز بيهايند والثم ان فرانت. كنت بضغط ازاي؟ فور فينجرز يحصل ييلدنج اوف ذا سكال. ثالث حاجه روزر بالبر ولا فيزيبل؟ الاير اللي كيف بتبقى لسه بالبر. ليدريكس بعد الانفال شهر 2 3 الجمجمه اخبارها ايه؟ ديليت كونتانيلو، اللي عنده كونتانيلو يبقى ديليت ايه؟ تيس. ولو الاسنان طلعت تساوس لدى الكاس فرانت البوست برايت البوست كابوت كوادريتا وزياده الهيد سيركمفرنس. لما الفرانت تطلع لقدام تديك ايه حاجه ايه؟ بين النيزل البريدج دخل لجوه. الجمجمه ممكن تبقى اسيمتريك، ولو كان الطفل اقل من سنه الكاريو تيبس مكمل. على المستوى التشيست الكراكيع بقت ايه؟ بقت متشاف فبقت فيزيبل روزرز. في جروب جنبها اسمه ايه؟ لوكوتيولر. وفي جروب على الانسيشن اوف ذا ديافرام اسمه ترانزفيرس او الهاريسون. ثم في الاخر بعد كده ننزل على مستوى الفيرتبري. العيان ممكن يبقى لقدام او لورا او على الجنب بجد ولا كده وكده كده وكده. اعرف ازاي؟ اشيله من تحت باط الاقيه ابرنت وسموس. بعد كده
ابص على الليمس الاقي فيه برودرين او وايدن، ممكن الاقي مارفان ساين اللي هي عباره عن ايه ترانسفيرس جرو على الميديال مانيولاس، اجيبه من تحت لفوق او من فوق لتحت خلاص هلاقي فيه جروب سببه ايه ان ايكوال جروس للتو سيفيك سنتر. بعد كده هلاقي جرين ستيك فراكشر، فراكشر على كورتكس والتانية لا، واخيرا ديفورمز الركب لجوه برضه لبره بره زاويه مستحيله ريكارفيتر وبوينج في الفور ارم. بعد كده الفيربس اللي تو اوتلت ورفرحه في الجسم تمام. معانا يا جماعه تعالوا نشوف مع بعض what are the complications of tricks، what are the complications of tricks، وعايزكم تفكروا معايا تفتكروا ايه اكتر complication هنشوفها. chest، تاني حاجه gastroenteritis. chest complication حصلت ليه؟ عايز تفسير ليه بيجيله ريكارنت نيمونيا؟ بسبب الكولابس وبسبب الهايبوتونيا في الماسلز مش بتمكنه انه يخرج السبيوتم. الهايبوتونيا اللي في الماسلز مش بتمكنه انه يخرج السبيوتم فكل شويه يجيله نيمونيا. ومال الجاسترو انترايتس؟ احنا الجاسترو انت لسه بتقول لابس في التست المفروض يجيله ايه؟ كونستيبيشن ما يجيلوش ضياريه. ازاي الريكتس يجيله ضياريه؟ وايه تاثير الضياريه على الريكتس؟ الاول يا جماعه هو اللي عنده كونستيبيشن بيحصل له ايه في الانتستين؟ لو انتم مذاكرين الكرونيك دايريا بيحصل له ما يعرف بالبكتيريا اوفر جروس. يقوم البكتيريا الاوفر جروس بسبب الستيزس يعمل دايريا، يقوم الدايريا تعمل ريكتس اب، يقوم الريكتس يعمل كونستيبيشن، يقوم الكونستيبيشن يعمل بكتيريا الاوفر جروس اكتر واكتر، يقوم يحصل دايريا تاني وهكذا. في ايه؟ فيش يا سيد حلقه مره الريكتس صحيح انه بيعمل كونستيبيشن لكن كل شويه العيان يجيله جاسترونتراكس. ثالث حاجه الريكتس اللي يجيله تيتن. هو الريكتس ممكن يجيله تيتن؟ تيتن يعني ايه؟ يعني هايبوكالسيميا بالنسبه للريكتس يعني. طب هو الريكتس يجيله هايبوكالسيميا؟ الاصل لا، لكن الريكتس ممكن يجيله هايبوكالسيميا في كام حاله؟ ثلاث حالات اللي هم ايه؟ فيليا اور سكندري هايبر بارا سيرويدز رقم 2 وون ديبليشن رقم 3 شوكر رقم 4 فراكشر وديفورميتس. يعني يا جماعه لما واحد يبقى راسه كبيره ومبعدره وطلعت من ناحيه ومن الناحيه الثانيه باظه دي حاجه عادي يعني؟ انا مش لاقي ممكن تبقى برضه من حاجه واحد ماشي في الشارع رجليه عامله كده مش حلوه يعني خلاص. بعض الامهات الحاجات دي بتقلقها خلاص. اخر حاجه يا جماعه الانيميا. والانيميا بصراحه بصراحه مش كومبليكيشن. امال ايه الانيميا؟ ده اسوسيشن. ليه اسوسيشن؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت في اول الحصه خالص اللي عنده اكسكلوسيف بريست فيدنج خداه شيء من اثنين الا ان تاكل الشقيه مش كده؟ ايه الافريشن؟ يا ايرون ديفيشنسي انيميا يا فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس يا اما غالبا عنده الاثنين. والله يا جماعه بنشوف الاثنين. وعارفين ايه اكثر فئه في المجتمع بنشوف فيها المشكله دي في بلدنا؟ ليه بقى؟ لان الدكاتره هم اقل الناس اعتقادا في الدوله فبيطنشوا. انا عايز اقول لكم ان انا كتبت الانجكشن اير في عيادتي ثلاث مرات بس، انا دايما بدي اورال اير. الانجكشن اير ده نادر جدا لما بيجي بيوجع جدا وفي مشاكل ثلاث مرات ثلاث مرات كده لانه بيجوا بانيميا خمسه وعندهم سيفير ريكتس. يخلص ده بقى ياخد الديبارول بعديه خلاص ان شاء الله بيجي الانيميا. في سؤال انا هتزودوه جا واحد من العلماء ما لقاش حاجه يعملها لا كل السندرومات خلصت ما لقاش ولا حاجه فاتضايق فانا سمعت السندروم طبعا حقيقي بجد انا ده تفسير للموضوع. بون جاكس انيميا. بون جاك ايه البون جاك ده؟ بون جاك قال لك انا هطلع بقى العجب اللي محدش قال فوق قبل كده. بون جاكس انيميا هي الانيميا اللي عباره عن ايرن ديفيشنسي انيميا معاها ريكتس فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس. راجل اسطوره فعلا يعني. وقال لك ساعات يبقى معاها ليمفاتيزيس. هم الناس البعض يعني. يا جماعه واحد عنده ريكتس وعنده ايرن ديفيشنسي انيميا اخبار المناعه ايه؟ اخبار الشيست انفكشن ايه والجاستر انترايتس؟ واحد كل شويه بيحصل له انفكشن مش هيكبر عنده شويه انفلونز في الجسم. فيا جماعه الطبيعي ان اللي عنده ايرن ديفيشنسي انيميا عنده فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس وبرضه عنده
هنري رودز كبير. هو راح جاي يحب يلمهم وسماهم باسمه وسماها بول جاكس ألينج. ايه الامه بتاعت بول جاكس ألينج؟ الامه بتبقى هنا في الامتحان. تعرف بقى ايه الايرن ديفيشنس اللي معاه سليم بول جاك؟ تعرف الايرن ديفيشنس اللي معاه ريكتس بول جاك. خلاص بول جاكس ألينج عباره عن مع فيتامين دي ديفيشنسي ريكتس مع الامبالوباتي وايد ربما في بعض الاحيان بس يا جماعه حاله الريكتس يا جماعه لازم يبصين لك فيها سبب. خش دلوقتي هو وصلك هنا كام سبب؟ سببين: ريكارنت جاسترونترايتس وايه كمان واكسكلوسيف خلاص. خليك في الوقت الحاله ده لسه فاهم انا لسه كده كده الجزء الاولاني من الحصه خدوا نفس عميق كان الجزء الثاني الجزء ليش ده بيقول سمعنا اتكلم عطيه انا عادي بجد كل يوم اتكلم عطيه دكتور احنا عايزين بيت الايام والله ده لكن بتسيل فيه في الكلينيكال كتير جدا. يعني ولا تعرف الحاجات الثانيه اللي بتكبر الكلين؟ تعرف الحاجات الثانيه اللي بتاخر السنان؟ تعرف الحاجات الثانيه اللي بتقلب الجمجمه؟ تعرف الحاجات الثانيه اللي بتعمل شورت ستيتش؟ تعمل ديفونتس؟ تقريبا الريكتس ده متبعثر في المنهج. ايه اسباب الدليل في الكلين؟ عارفينها؟ ايه اسباب الدليل في سي بي 4؟ امال اسباب الشورت ستيتش سي ليتر؟ طب تعالى نشوف الحاجات اللي معانا النهارده اللي بي 4 ولا ليتر. اسباب الكراني والديفز الثانيه. انا عندي الكراني والديفز فيه ثلاث اسباب كبيره وشويه اسباب ثانيه. الكبير هو الريكتس والكبير الثاني اوستيو جينيسيس امبرفكتا والكبير رقم ثلاثه هو الهايدروكيفلس. بعد كده يجي الثلاثه بقى تريجر هايبر فيتامينوزس ايه كونجنيتال. اولا يا جماعه الثلاثه دول مشهورين ليه؟ لان الهايبر فيتامينوز ايه مش حاجه كومن نشوفها وكذلك الكونجنيتال سيفلس. فانا عندي الثلاثه دول مشهورين والثلاثه بيختلفوا عن بعض جذريا ويتسيل في الامتحان الجروب بينهم. اقول لك اولا اسمع بس الكلام الريكتس الريكتس والقط جنيس انفكتكتا وهيدروكتكتا بتطلق امراض دول الراس فيهم كبيرة الشنتريل فيهم بتأخر معظمهم الاسنان فيهم بتتأخر. خلاص الامراض شكل وعضها جدا والطفل بيكون جنان متأخر في المشي والاتنين دول بيعملوا شورت ستيتشر. المهم ان انا عايز اقول ان في وقت تشابه جامد ما بينهم وبيعملوا كمان كرينيوتين. هو بيقول لك ازاي بالكرينيوتين بس تقدر تفرق ثلاث امراض من بعض؟ في الريكتس الكرينيوتين مكانه فين؟ بوستيريور برايتال اور اوكسيبيتال. امال في الاوستيوجينيسيس فرونتال وفي الهايدروكيفلس اور سكالس. نكتب الكلام ده يا شباب لو انتم مش عارفين. يبقى اول حاجه في الريكتس بيكون الكرانيو تيبس مكانه بوستيريور برايتال اور اوكسيبيتال.
الاوستوجينيس ان الفكت بيكون فرونت. اما في الهايدروتيفنس بيكون الاول سكال بون. ذاتس تو سي لو انا عملت كده والجمجمه عملت تحت ايدي يبقى ده ايه؟ ريكتس. امال لو الجمجمه ما دخلتش الا في الاختبار بالطريقه دي يبقى ده فرونت. يبقى ايه؟ اوستوجينيس ان الفكت. امال لو لقيت الجمجمه في اي اتجاه شغاله معايا هتبقى هايدروتيفنس. تاني يبقى الكرانيو تيبس على حسب المكان. فرونتال يبقى اوستوجينيس ان الفكت لو فرونتال وبس. فرايس الاوكسيبيتال يبقى ريكتس. كل عظم الجمجمه يبقى هايدروتيفال. خلاص. بالاضافه للسببين التانيين اللي قلنا عليهم هايبر فيتامينوزس ايه والكونجنتال. الريكتس لازمه في الرئه من اذر كوزز اوف ديبريس نيزال بريدج. الحاجات اللي تدخل المناخير لجوه. اولا هي المناخير دخلت لجوه بجد ولا كده وكده كده وكده ليه؟ فرانتال بوس. اهي بقى الحاجات اللي تدخل المناخير لجوه في منها اللي بجد برضه في منها اللي كده وكده برضه. خلاص. الكونجينيتال سيفلس الداون والكريتينيزم الثلاثه دول بيأثروا على الديفلوبمنت اوف سيفلس. يعني سيفلس دايما سد النوز زي ما انا سمعت منكم والاثنين دول فعلا بيأثروا على يعني الثلاثه دول بجد بجد بيعملوا ديبريس نيزل بريدج حقيقي. يعني مش مجرد تأثير على الفرونتال بون. يبقى الكونجينيتال سيفلس والداون سيندروم والكريتينيزم او الهايبوثايرويديزم الثلاثه بيعملوا ديبريس نيزل بريدج بجد. في حاجه كونستيتيوشنال عيله شكلها كده. قبل يا جماعه ما تنطلق وتعمل ديفرنشال دايجنوز الامراض ايه العيل عنده ديبريس نيزل بريدج ممكن تسال امه ولا شبه حد في العيله من ابوه خلاص من شبه اباه يبقى كونستيتيوشنال او فاميلي هو كده خلاص من شبه اباه في المظهر تمام. اذا يا جماعه لو لقيت داخله لجوه وما عندوش اي مشاكل ثانيه والعيله كلها داخله لجوه زيه خلاص يا عم هو زي عيلته مع نفسهم. اللي بعده ممكن يكون السبب بقى كرونيك هيموليتيك انيميا. هو اللي عنده كرونيك هيموليتيك انيميا ايه مشكلته؟ في هيموليسيس فالبون مارو شغال على اخره. طب لما البون مارو بيشتغل على اخره يحصل ايه؟ لا الهيمولايزي ماشي البون مارو شغال على اخره يقوم عظم الجمجمه يطلع لقدام المجزله لقدام العظم ده يوسع عظم الجمجمه طلع لقدام يقوم يديك ايحاء زي مين؟ زي الريبس. اذا اللي عنده كرونيك هيموليتيك انيميا عنده ابارنتلي ديبريس مش ترو مش تفرق معايا. ايه اسباب الديبريس اللي لازم نمشي؟ اول حاجه زي قبل ده موست كومن. بعد كده كرونيك هيموليتيك انيميا كريتين داون سيفس علشان بيعمل بول مارو اكسبانشن بيعمل بول مارو اكسبانشن ريد مارو مكانه في الاسكال سكال والايس بول والاسترما عشان بول مارو اكسبانشن لازم افرق الريكتس من البوتس ديزيز. عارفين البوتس ديزيز؟ ايه البوتس ديزيز ده؟ في اوفر كيروزس فين في الفرتيبري يعمل ايه في الفرتيبري؟ يعمل كايفوزس. بس كايفوزس ازاي؟ انجولار ونون كوريكت. يبقى البوتس ديز عباره عن فيوبر كيروزس في الفيرتيبرال كولم يعمل كايفوز والكايفوز بتاعه بيكون انجولار. يعني لو انت عندك حاله كايفوزس تعرف انت ريكتس ولا بوتس ديز اشيله من تحت الوسط. لو اتفرد يبقى ريكتس ما اتفردش يبقى حاجه ثانيه هياخد البوتس ديز. خلاص. يبقى انجولا يعني نوت سموث مش حرف سي لا واخد زاويه. تاني حاجه نوت ريكتس. المفروض ان انا افرق الريكتس من الحاجات الثانيه اللي تحت الريكتس. هو ايه حاجه؟ هو حاجه واحده بصراحه الاسكاربو مرض الاسكاربو. عارفينه؟ ايه مرض الاسكاربو ده؟ مرض الاسكاربو هو نقص فيتامين سي ما بيتشافش في الصوره البشعه بصراحه غير في الناس اللي ما بتاخدش فيتامين سي خالص. المرض ده مذكور تاريخيا مع مين؟ مع البحاره زي ما انتم عارفين. البحاره بيطلعوا في البحر يقعدوا فيه شهور خلاص؟ بياخدوا معاهم اكل خلاص ماشي بس ما حدش كان بيفكر في موضوع الليمون ثم ان البحر كمان ما فيهوش ليمون. يا بحثي يا كتاب ما حصل المهم يا جماعه اهم ما يميز الاسكاربي حدوث نزيف لان الاسكارب بيعمل دامج وزكولاجين فايبرز دامج وزكولنيكتيف تيشو
ده البلاد فيسلز بتفرقع وبيحصل نزيف في اماكن كتير. نركز اللي هيتقال. حصل دامج في الكونكت تيشو بتاع البريكوندريال وبيحصل سب بريكوندريال بليدنج. حصل دامج في الكونكت تيشو بتاع البيري اوستيام وبيحصل سب بريكوستيام بليدنج. فالولد يتكون عنده روزاريس بس مش عضو. امال ايه؟ هيماتوما. بالظبط. فده الولد الشيست وول بتاعه عند الاسترنوكوستال اريا في المكان ده في شويه حاجات بيري الريجولر في مزرقين من بره. مزرقين ليه؟ ما في اكتيموزس بقى في الجلد، في كدمات في الجلد. تاني السكيربي مشكلته بيعمل دامج الشين في الكولاجين فايبر بتاعه البلاد فيزلز بتاعه السكن وبتاعه الميتوكوندريام. المهم الدامج ده عامل نزيف. النزيف ده ايه؟ كراكيع. تقوم تفتكرها روزلز. حد يعرف يطلع لي فرق ايه من الرسمه ما بين الروزلز دي؟ اولا المكان، المكان فين؟ ستيرنو كوستال. مين كانت؟ كوستال. ثانيا دي حواليه دي شيء الريجولر. ثالثا دي بتوجع. بتوجع ليه؟ هيماتوما يا شباب. هيماتوما بتوجع جدا لكن الثانيه ما بتوجعش. انا يا جماعه السكيربي ده مرض من الامراض التاريخيه. معظم حالات التايفس تاريخيا عارفين من ضمن الامراض اللي كانوا بيكتبوها تايفس زمان غير التايفويد. تايفس التايفس طلع معظمه كان حالات سكيربي وكانوا فاهمينها بالغلط. مش فاهمها الفكره يا جماعه؟ ايه بيحصل له؟ نزيف تحت البريكوندريم بتاع كل ريب في السكيربي. فالنزيف ده بيعمل كلاكيع. انتوا بتفتكرها انها ايه؟ بروزكس. عشان كده بنفرقها من راكيتي بروزكس. ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه ان السكوربيونيك روزرس تندر. تاني حاجه مكانها فين؟ ستيرنو كوستال. شكلها ايه؟ في الرجل. لان مش لازم الدم يحصل في كل واحد، يعني هو لازم كل بريكوندر يحصل تحتيه نزيف، ولازم النزيف يكون بكل الكميه. في اختلافات ما بين كل واحد والتاني. يبقى مره ثانيه يا جماعه، السكوربيونيك روزرس بتحصل عند الاسترن وكوستال جانكشن رقم 2. تاني مفروض تمام. بتبقى الريجولر بتبقى عند الاسترن وكوستال جانكشن وبتبقى ايه؟ تندر. ايه يا جماعه؟ سكوربيونيك روزرز. باقي الحاجات تفريقها مش وقتها دلوقتي، اي وقتها كله في مكانه. بنتسال في الامتحان ايه الفرق في الروزرز؟ ايه الفرق في الكيفوزس؟ ايه اسباب الكنانيو هيبس؟ ايه اسباب الكونتانيل المتاخر؟ الريكتس موضع اسئله. الجزء الاخير العلاج. في جزء بروفيلاكتيك يا جماعه، الجزء البروفيلاكتيك تمديد بس. اي حاجه بروفيلاكتيك في المنهج واجب تتكتب لو كان السؤال سؤال نظري. اما لو كيس ساعتك مش هتبقى كفه. يعني جات لك حماده الواد اللي جاله ريكتس، تقوم تقعد تكتب بروفيلاكتيك؟ ما هو جاله ريكتس. يعني ندخل على مين؟ على السيرابيوت. والكلام ده بيتطبق على كل المنهج. طب بروفيلاكتيك تفتكروا الطفل محتاج فيتامين دي من امتى؟ بعد اول نعم؟ كلام بقى البروفيلاكتيك ده بتاع حمد. البروفيلاكتيك يا جماعه بدي فيتامين دي. هدي فيتامين دي ازاي؟ لو الام يعتمد انها تعرض ابنها للشمس ماشي. تفتكروا في ام يعتمد عليها في النقطه دي؟ لا. الام يعتمد عليها في الاكل ان كل يوم تاكله كبده وبيض ماشي. هيحصل؟ ابدا. يبقى النقطه الثالثه لازم ياخد ايه؟ لازم ياخد دواء. ياخد فيتامين دي من امتى؟ من الرابع او السادس. اشمعنى؟ لان المخزون بيخلص عند الرابع او السادس. الجرعه 400 وحده دوليه. اما لو بريماتيور من اول شهر ودي 1000 وحده دوليه. ليه يا جماعه؟ لان البريماتيور ريت جروس اعلى فعايز جرعه اكبر وما عندوش. اذا لو قلت كلمه هات 400 وحده دوليه وهنعرف الوحده الدوليه دي بتتحسب ازاي؟ هنطبق على كلام السوق بقى وكلام الشغل فعلا. ولو كان طفل بريم لو كان طفل فول فيلم بياخد 400 واحده دوليه، الكلام ده يا جماعه بيستمر حتى سن المشي. ممكن تقعد لغايه 15 شهر لغايه 18 شهر تدي الكلام ده. من ضمن الحاجات البروفيلاكتيك لو عيل جالك عنده ريتس، عايز اقول لكم على حاجه، هو ايه اللي بيأخر المشي حتى ريتس؟ الديفورمتيز ولا الهايبوتونيا؟ سببها ايه الهايبوتونيا؟ عارفين ايه اول بايوكيميكال تشينج بيتصلح مع العيال؟
الفوسفيت بيتصلح في 3 او 4 ايام بس. الارض بيجي منبهر تاني مره، انت اديت لابنه العلاج يجي لك تاني مره ايه؟ فدكتور واحد بسم الله ما شاء الله، الولد اللي ما كانش بيقف عايز ايه؟ عايز يمشي. اللي حصل ان في خلال اسبوعين الفوسفيت اتظبط وما عادش فيه هايبوتونيا. تقول له الله يرضى عليك، اوعى ايه؟ اوعى يمشي. ليه اوعى يمشي؟ هو الريكتس خلص؟ لا، هو الهايبوسليمة بس اتصلحت، الريكتس لسه قدامه شهر كمان لما يخلص. في الفترة دي لو الطفل مشي على رجله ايه اللي هيحصل بقى؟ هتتبطط ويتقوز ويحصل بروفلاكسس. ولذلك هتلاقوا في البروفلاكسس كاتب لكم جملة: افويد ويت بيرنج في الاكيوت ستيج او في الاكتف ستيج. يعني الطفل ده ما يتحطش في مشاية، ما يتسمحلوش بالزحف، مش يتسمحله بالوقفة او المشي، يقعد في السرير الشهر ونص دول لغاية ما ربنا يأذن ويحصل هيلينج منه. خلاص؟ والا الديفورمنتس بتاعته تتفاقم. ده بالنسبة للبروفلاكتيك تريتمنت. ندخل بقى في الجزء التاني. انا هفرد لكم اللي عندي واقول لكم ايه اللي بنعمله في ارض الواقع واقول لكم اللي بنعمله في عيادتي حتى. انا هدي فيتامين دي 3 العادي خالص الرخيص الجميل. الجرعه العلاجيه يا جماعه من 2000 ل 6000 وحده دوليه يوميا. المتوسط 4000 وحده. خلاص؟ او ادي اكتف فيتامين دي اورال 5 من 10 مايك في اليوم. العلاج ده لمده 6 اسابيع على الاقل. تعالوا ما نناقش يا جماعه الاثنين دول. اولا فيتامين دي 3 اللي هو موجود في السوق في صوره دي كان بي 12 فيتا كال كالسي كال. عموما يعني العيله دي كلها الديكال في كام؟ الديكال في 1000 والفيتا كال في 1000 والكالسي كال في 1000 واحنا دولين. يعني في 1000 لما اقول لك الدواء ده 250 اقصد ايه بالكلام ده؟ لما اقول لك مضاد الحيوي ده 250 تفهم انت كدكتور تفهم ايه؟ يعني كل 5 ملي من هذا الدواء او سنتيمتر مكعب تحتوي على 250 ملي جرام. فانا بقول لك الدواء ده فيه 1000 وحده، يبقى كل 5 ملي من الدواء فيه 1000 وحده دوليه. فاهمين الكلام؟ انت تقول لك ده مضاد حيوي 500، ده مضاد حيوي 250، يعني ايه؟ يعني بعد ما تحله كل 5 ملي منه فيه 250 او فيه 500. فانا بقول لك ان الديكال فيه 1000 والبيتا كان 1000 والكالسي كان 1000 يبقى ايه؟ يبقى الدواء ده كل 5 ملي فيهم 1000 وحده دوليه. شوفوا بقى يا جماعه، انا قلت الجرعه العلاجيه كام وحده؟ 4000 وحده. هقول للام ايه؟ الدواء يتحسب في السرنجه. اشمعنى السرنجه؟ عشان يبقى دقيق، ما تجيبيش من معلقه الاكل. انتوا عارفين معلقه الاكل ايه؟ معلقه الاكل المفروض كام؟ معلقه الشاي المفروض 5 ملي. طبعا الكلام ده على ايام زمان ايام الخير. الالمونيا غلي، الستانلس غلي، الحاجات بقت مور شلل. يعني لو واحده قارنت جهازها بجهاز والدتها هتفاجئ ان والدتها كانت المعلقه 5 ملي هي سم ونص. تيجوا تعيدوها كده المقالب بقت مول شالوا مع الوقت. فلا يعتمد، نعتمد على مين؟ على السرنجه. اسحب بيها 5 سم. الام دي عايز يجيب لها كام سم في اليوم؟ انا قلت المتوسط كام وحده؟ 4000. يبقى انا عايز كام وحده في اليوم؟ كام سم في اليوم؟ 20. مش 5 فيهم 1000؟ عايز 20 سم. قولوا بقى للسيده الفاضله الام اللي ابنها جايب ريكتس، لا هي اصلا مطنشه اصلا، كم تطنش اصلا مش كده؟ لو سمحت احنا عايزين ندي 20 سم من الدواء تعبي السرنجه الخمسه 4 مرات في اليوم لمده شهر ونص. هيتنفس؟ هيتنفس؟ عمره ما هيتنفس. طبعا ده اول يوم هتنهارها، الا منك لله، الواد هيبقى طول عمره راسه كبيره، هيفضل عنده رجله معوجه، كل ما يبص لهم هيفتكرك، هتنهار وتقعد تعيط. طب ممكن نلحق الكلام ده لو ادينا علاج صح؟ نقدر نديه. ثلاث ايام، اسبوع بكتير ومرة على المدة. خلاص؟ لان الدكتور اللي مدي كميه كبيره قوي من الدواء، ايه ده كله؟ لازم تقعد 3 ايام وتخلص. ايه الكلام الفاضي ده؟ هتنسى، الازازه خلصت. وذلك في مصر بالرغم ان العلاج ده اكتف، لانه في مصر ما بياكلش معانا. انسى. يبقى احنا هنقول اه الاورال فيتامين دي حلو وابن حلال، لكن مشكلته ايه؟ مشكلته انه فعلا ما بيطبقش فتره طويله وكميه كبيره. طيب تاني حاجه اكتف فيتامين دي، اكتف فيتامين دي اللي هو تجاريا معروف باسم 1 الفا. الجرعة ما شاء الله 5 من 10 مايك، 5 نقط في اليوم بس. حلو ده؟ وإفكت بجد 6 أسابيع برضه. واحد يقول يبقى الحنة فين؟ العلبة الراوند 200 جنيه. إيه رأيكم؟ مش مناسب لمصر برضه.
مش مناسب لمصر يا مصر، خلاص هتجيب علبتين ثلاثه الكانسل، خلاص هتشوف دكتور تاني ابو 20 سنتي وتدي خمسه بس، يقول لك هم خمسه حلوين. طيب الاورال رغم انه افكتيف وسهل الا ان الامهات ما بتعرفش، وساعات العيال بترجع تنقض الدواء. واحد تاني قال لك طب انا ادي انترا ماسكولار ديلي 3000 وحده من فيتامين دي. ديري واحنا عارف تيوبر كيروزس الحقنة فيتامين دي حقنة زيتية لان ده فات سوليوم، يعني حقنة بتوجع جدا، تقول دي الوقت تلات اسابيع كل يوم حقنة وبقى جينا هيجامل اورال برضه نضري كومبينت. طب اللي بعمل واحد قالك انا هخلص انا هجيب لي انا هذي الشوك سيرابي، الشوك سيرابي اللي هو معروف تجاريا باسم الديفارول، الديفارول الحقنة بتين جنيه فيها كام؟ 600,000 واحدة. الديفارول الموجود في السوق بقاله سنة ونص دلوقتي فيه 200,000 بس. بس انتوا يعني خليكم على اللي كل يكونوا الكفاية اللي هو ايه؟ 600,000 واحدة. طيب 600,000 واحدة؟ يعني حقنة واحدة وتنسى. حقنة بكام يا جماعة؟ ب 2 جنيه، الريكتس هيخف بحقنة يا ب 2 يا في أسوأ التقديرات 3 حقن بس. اه مش كده؟ مناسب جدا ايكونوميكالي وكل حاجه ودماغا كمان لمصر. تقول لي دي حقنه وبعد اسبوعين نشوفه. محتاج حقنه كمان تديله بعد اسبوعين الثالثه وخلاص. والثالثه زي ما بيقولوا ايه؟ ثابته مفيش بعدها حقن. ده اعتى حالات الريكس تاخد 3 حقن ديفارول. واحد يقول الله ده علاج جميل. ايه عيبه بقى؟ لو انت اديت الديفارول هيلم لك الكالسيوم اللي في الدم يدخله فين؟ في العظم. هو تيجي له ايه؟ نعمل ايه؟ نديله كالسيوم مش هيلحق، يعني احنا بنقول احنا في الكتاب جايب لك احنا بنقول ندي كالسيوم سبلمنتيشن معاه مش هيلحق، الفيتامين دي خطواته اسرع. اقول لكم بقى اللي انا بعمله بقى في العياده، خلاص اول حاجه بتيجي الام طبعا الواحد ايه؟ بعد ما سمع الكلمتين يلاقي الدمعتين نزلوا خلاص كده بقت ايه؟ مؤهله نفسيا خلاص انها تدي العلاج لمده 6 ايام او 7 ايام بالكثير على اصل التقديرات. ده بصي الاستين دول دكتور عمر انت بتقول الاستين دول يتاخد دي 4 مرات في اليوم ودي معلقه في اليوم. دي فيتامين دي بجرعه عاليه وده كالسيوم في خلال الاسبوع اللي هيحصل. الفيتامين دي الاوره هيدخل الكالسيوم جوه الجسم بالراحه يقوم العظم بالراحه يبدا ياخد كالسيوم يجي لنا في الزبط في خلال اسبوع ما عادش الطفل ده لايبل والهايبو كالسيوم. انا حضرته يوم يجي لي بعد اسبوع اديله دي برضه. وانا مش حاكم كده. خلاص؟ وما تعتمدش ان النمونه تحصل اكثر اسبوع لان اقصى فتره للصحو للضمير الموجب اسبوع. تاني نعمل ايه بس الكلام ده براكتيكال ما تروحش الامتحان. اول اسبوع نجيب الناس نجيب اورال فيتامين دي يعني دي كام على 4 مرات يوميا خلاص؟ ودواء شرب كالسيوم عشان تعرفوا اسم حاجه؟ لا مكسيكان حاجه تجاريه مكسيكان خلاص؟ ده عباره عن كالسيوم. كالسيوم 1200 ملي جرام عالي جدا في التركيز. ادي اللي كان مع مكسيكال اسبوع خلص الاسبوع يجي لي واد تاني يوم جاي مديله ايه؟ حقنه الديفارول ومع السلامه خلاص يا ريكس. تمام؟ ده الطريقه اللي احنا بنعملها بنت. لكن كلام الكتبه تقول ايه؟ كل الحاجات بتكتب وكل الحاجات جميله والدنيا رائعه خلاص؟ اورال او وان الفا او اوميجا. من ضمن العلاج ان انا عارف الايه؟ الكومبليكيشن لو واحد جالك تشيست انفكشن تعمل له ايه؟ انتي بايوتيك. ولو جالك بيتا تاني كالسيوم اي بي على حسب. ولو جالك مكسور بعده على الجيل بتاع العظم. انت تعرف ان الوالد حسن. امتى تعرف ان الوالد حسن؟ انا عندي بارامترز بحكم بيها. اولا كلينيكال. ثانيا بايو كيميكال. ثالثا راديولوجيكال. رابعا سيكولوجيكال. ازاي اعرف كلينيكال ان الطفل اتحسن؟ يا دكتور الواد بدا ايه؟ صح؟ اول حاجه الام تقول بدا ياكل يا دكتور وبعدين بدا ايه؟ عايز يقف عايز يمشي تقول بدا ايه؟ الاستوديو بيتحسن بدري قول لها تمام بس ايه؟ مش مخليه يمشي. طيب بايو كيميكال مين اول حاجه بترجع؟ فوسفيت. لكن مين اخر حاجه بترجع؟ ويوم ما ترجع للطبيعي اقول شكرا يا ريكس الكالاين فوسفيت. فاكرين الكلام ده؟ الكالاين فوسفيت هو اهم انديكيتور ريتيرن الكالاين فوسفاتيز تو نورمال مينز ان عشان كده لو انت في عيادتك هتختار حاجتين تختار ايه؟ اكس راي والكالاين فوسفاتيز. ثالث حاجه راديولوجيكال تعرف منين يا وليد متحسن؟
بقى هيلينج بعد الدنيا شباب لاين بعد اسبوع. طب لو بعد اسبوعين ما لقيتش اللاين ظهر يا العلاج ما اتخدش، هو اصلا مش ريكتس يا اما ده فيتامين اي ريزيستنس. اخيرا الديفورمز لو بدنا نقول في الراس الكبيره بقى بالنسبه للعوده اللي في رجله كلها ايه قدره الاطفال على الريموديلنج عاليه جدا. يعني يا جماعه لما عيل يكون رجله مقوسه والريكتس خلص خلاص ولسه في تقويسه طبعا في شويه، لو رحت لام الدكتور عشان بقول لها اشوف الثاني عند سن 3 سنوات، لان ممكن الطفل في خلال فتره الطفوله يعدل نفسه، لو ما عدلش لازم تعمل له جراحه خلاص في رجله في ايده تعمل له جراحه. اما الراس الكبيره حقيقه ضمن الرغبه الكبيره هتعمل لها ايه؟ ولا حاجه تبريها يعني. اذا يا جماعه هيفضل عنده ذكرى كل ما يجي يلبس التيشيرت يفتكر ان امه عملت له وزن خلاص الدرسيس فور لايف. بروجنوزس يا مايكل اقعد يا مايكل بروجنوزس. الريكتس راجل مثالي جدا او مثالي، الريكتس نون فيتال ديزيز، الريكتس ما يموتش بنفسه يموت برجلته. يعني الريكتس ما يموتش لكن النيمونيا يموت، الريكتس ما يموتش لكن الجاسترونترايتس تموت، الريكتس الغلبان ما يموتش بس التتني يموت. هو ده ايده بريئه من الدماء لكن الرجاله بتاعته هم اللي شغالين. شكرا المره الجايه ان شاء الله.